يواصل سوق عكاظ في دورته 12 فعالياته الثقافية والأعمال الفنية اليدوية وسط إقبال كثير من الزوار، ويحتضن السوق مختلف الحرف والمهن والمصنوعات التقليدية التي ما زالت محافظة على أصالتها وعراقتها في محاكاة للتاريخ والتراث بأبعاده المختلفة، كما يقدم المهرجان العديد من الحرف اليدوية التي تعاملت معها أيادي الآباء والأجداد وإبرازها أمام الأجيال الحالية في استحضار للتاريخ بكافة صوره وأشكاله.